What the hell? Rise and shine, sleepyhead. It's time for supper. الجزء السابع من سلسلة Resident Evil جاء بعد تذبذب في أداء الأجزاء الثلاثة الأخيرة للسلسلة، اللي أثر بشكل كبير على فقدان السلسلة لهويتها الأصلية وتحولها من نوع ألعاب الرعب والبقاء إلى ألعاب الأكشن والتصويب. مع هذا الجزء كابكوم بدأت فعليا تستمع لآراء اللاعبين، وصارت تروج لهذا الجزء على أن الجزء اللي راح يرجع هوية اللعبة ويخليها على هوية الأجزاء الأولى للسلسلة. فهل نجح هذا الجزء بتقديم تجربة تليق بتاريخ السلسلة العريق؟ وهل فعلا استطاع أن يعيد للسلسلة هويتها الحقيقية؟ لعل أكثر شيء جذبني في هذا الجزء هي الظلمة وأجواء الرعب في تصميم المراحل والبيئات. على طول اللعبة الظلام والكآبة مخيمة على أجواء اللعبة تماما، الشيء اللي يخليك دائما متوتر إيش ممكن يكون مستخبي لك في الزوايا المظلمة. وليس هذا فحسب، تصميم البيئات خدم بشكل كبير هذه الظلمة، بحيث إن الممرات والغرف صغيرة وضيقة والعدو راح يعمل لك ارتباك ويخليك تحت ضغط نفسي، وهو الحال كما كان في رعب أجزاء السلسلة الأولى. الشعور اللي كنا نحسه لما كان يتبعنا النيمسيس في الجزء الثالث لرزيدنت ايفل، او حتى الشعور اللي كان يربكنا كل ما طلع لنا واحد من الزعماء في كلوك تاور 3 ولازم علينا ان نهرب منه ونتخبى، هو بالضبط مثل الشعور اللي يجيك اول ما تقابل واحد من افراد عائلة بيكر. وهذا الشعور لابد منه في اي لعبة تحاول تخليك تحت ضغط نفسي مرعب. المثير للاهتمام ايضا هو ربط بعض الالغاز وحلها مع تواجد واحد من العائلة حواليك، الشيء اللي يسبب لك ضغط نفسي وانت تحاول تحل اللغز عشان تقدر تهرب منه. ايضا قتالهم كان ممتع ويخليك فعلا ترتاح وتطمن اول ما تهزم وتقضي على واحد منهم. على الرغم من استغراب الكثيرين وعدم تقبلهم للتوجه الجديد في تقديم كاميرا منظور الشخص الأول، الشيء اللي ما تعودنا عليه في الأجزاء السابقة، إلا أن هذا التوجه خدم بشكل كبير تصميم المراحل والظلمة المرعبة في اللعبة. كاميرا المنظور الأول تخليك على تماس مباشر مع أجواء الرعب وتحد من مدى رؤيتك وما تخليك تقدر تشوف إيش ممكن يكون خلفك. أيضا الحماية أو صد ضربات الأعداء قدمت شيء جديد، جعل من قتالك الأعداء استراتيجي بحيث صار بإمكانك صد ضرباتهم وتقليل مدى تأثيرها على صحتك. في المقابل كل عناصر اللعب اللي لعبناها في أول جزء للسلسلة رجعت من جديد، كشح العتاد والذخائر والأبواب المغلقة التي تفتح لك بعد فترة وحل الغاز للتقدم في اللعبة. وطبعا أهم شيئين هو تواجد غرفة التخزين الآمنة وصندوق تخزين عتادك وأسلحتك من جديد. كل هذه العناصر وغيرها راح تحسها أنها مألوفة لك إذا صار لك ولعبت الأجزاء الأولى للسلسلة، وطريقة اللعب القديمة فعلا رجعت ولكنها بأسلوب معاصر وجديد. على الرغم من تواجد كل العناصر الرهيبة اللي فعلا تجعل من تجربة اللعب جدا مميزة، إلا أن قصة اللعبة للأسف لم ترقى للمستوى المطلوب. القصة تبدأ بغموض يخليك تتشوق تعرف أكثر، ولكنها مع الأسف كل ما تتقدم فيها تحس وكأنها ما تكافئ الغموض اللي بنيته في البداية. شيء آخر فعلا أحزني، وهو أنهم اختاروا أن هذا الجزء يكون جزء أساسي في السلسلة ولكن ما كان فيها أي ربط مع الأجزاء السابقة إلا بأشياء جدا بسيطة ولا تذكر للأمانة. الشيء اللي خلاني احزن على جزء كود فيرونيكا اللي قصته كانت جدا رهيبه ولكنهم اختاروا ان يكون جزء فرعي، وهذا الجزء اللي قصته ابدا ما لها علاقه بقصه ريزيدنت ايفل اللي بنيناها مع الاجزاء السابقه، واختاروا ان يخلوه جزء اساسي في السلسله. العمق في تكوين الشخصيات السابقة في السلسلة فعلا كون لنا شخصيات مميزة ومثيرة للاهتمام، إلا أن شخصية إيثن الجديدة لم تصل لمستوى كريس أو ليون. تفاعل الشخصية وحوارتها مع الأحداث اللي تصير حوله كان بارد جدا، وحتى لما كان يتعرض لمواقف تطلب منه ردة فعل قوية تشوف ردة فعله لا تليق بالأحداث. عدا ذلك طريقة تنفسه وخطواته أثرت بشكل إيجابي في زرع الخوف، الشيء اللي يخليك ساعات توسوس لما تسمع خطواتك وانت تمشي وانت على بالك ان في عدو قريب منك. ميا.
الجزء السابع من سلسلة Resident Evil استطاع أن يعطينا تجربة لعب تعيشنا الرعب اللي عرفناه من السلسلة في أجزائها الثلاثة الأولى، وترجع فعليا هوية اللعبة على أنها لعبة رعب وبقاء في المقام الأول. المنظور الجديد لطريقة اللعب خدم بشكل ممتاز التجربة بشكل عام، والعناصر المعهودة في طريقة اللعب تخليك تحس أنك فعلا تلعب لعبة Resident Evil. وعلى الرغم من متعة التفاعل مع عائلة بيكر المجنونة، إلا أن الشخصية الرئيسية وقصة اللعبة لم ترقى بما عهدناه من شخصيات مثيرة وقصص شيقة نهتم فيها. ما زلت لا تقبل هذا الجزء جزء أساسي في السلسلة، ولكنه جزء يستحق فعلا التجربة. كان معكم زياد، وإلى اللقاء في فيديو آخر. تابعوا قناة بريستارت، مع السلامة.